هي فوتنا قمتي وسبتيني يعني؟ لا ابدا يا كريم، اصل كنت تعبانه قوي من الصبح. فوتنا انت عارفه قد ايه انا بحبك، وعارفه قد ايه انت حد غالي في حياتي. ملوش لازمه الكلام ده يا ابن خالتي، مش محتاجه انك تواسيني. اواسيكي ايه يا بنتي؟ انت بجد عارفه قد ايه انا بحبك، بس كل قصه ان قلب الانسان ده مش بايديه. وبعدين انا طول عمري بجد شعوري ناحيتك ان انت اختي واكتر من اختي، خصوصا ان انا وحيد واتولدت لقيتك. انا مقدره ده كويس يا كريم ومش زعلانه بجد. بس بالله عليك محدش هيغني لك في فرحك غيري. اكيد عينيا الاثنين. انتي بصي بقى، يلا نقوم نشوف ماما. يلا يلا. حسابات. حاضر يا فندم. ازيك بابا جمعة؟ اه جوه. ميرسي يا بوب. ازيك؟ اهلا. تعال. فاضي ولا اجي لك وقت تاني؟ ده انا لو مش فاضي افضلك مخصوص كمان. حبيبي يا بابا، ربنا يخليك لي يا رب. ايه شكلك في حاجه؟ يا سلام عليك يا بوب، وانت فاهمني كده على طول. عيب يا ابني، انا بص في عينيك اعرف ان كان في حاجه ولا لا. بص بقى بوب، انا قررت ان انا اخطب اخيرا. الحمد لله، الف الف مبروك. الله يبارك لي فيك يا حبيبي، بس هو في مشكله صغيره. اه اكيد مشكله، أكيد خاصة بأمك. الله، طب وأنت عرفت إزاي؟ هو في مشكلة في الدنيا أمك مش طرف فيها. المشكلة يا بابا إن البنت اللي أنا عايز أتجوزها مامتها تبقى عدوة ماما. وتطلع مين البنت دي؟ المهندسة عدالة عبد الجبار. إيه يا ابني الاسم المرعب ده؟ أنت جاي تخوفني؟ ودي بتشتغل إيه دي؟ دي مهندسة في إم جي إكس اللي ماسكانا النتوركينج عندنا في الفنادق. أيوه عرفتها. مش دي البنت بتاعت جماعة الإرهابيين إياهم بتوع شرم الشيخ؟ يا سلام عليك يا بوبو على ذاكرتك. عيب يا ابني، احنا بنلعب. البنت أمورة، أمورة قوي يا عمرو، بس أمها باين عليها مروشة. بابا مش هي دي المشكلة دلوقتي، المشكلة إن حصل مشادات بين مامتها وماما في البرنامج. وفين؟ على الهوا. جيت بقى أنا جس نبض ماما، لقيتها مش طايقة تسمع سيرتها أصلا. آه طبعاً، العرق الصعيدي نفر عند أمك ولا يمكن هتسيب طارها. ما انا عشان كده بقى بوب جيت لك عشان تحللي المشكله دي. لا انا ابعدني عن الموضوع ده يا ابني، انا تدخلي في الموضوع ده هيزود المشاكل اكتر واكتر، وامك هتعند معايا. انا هقول لك على حاجات تعملها وتنفذها بالظبط. ماشي. اسمع يا ابني. ادخل. تمام يا فندم. مع انك ما تستهليش، بس هنقف جنبك في موقف زي ده. جبتلك تصريح من الداخليه، تروحي تحضري عز ابوكي، تسمعي ربع وتعيطي شويه وترجعي على طول. والنبي صحيح. انا اللي بقي نشف واقنعتها. خلاص 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 خلاص. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي يا ساتر مأمور يا رب. هتخرجي في حراسه، اي محاوله للهرب هتحصل ابوكي وهتسليه في تربته. على فكره انا هاجي بالليل احضر معاكي العزاء. ها؟ ما تستغربيش، الداخليه برضو عندها انسانيه زي ما عندها شده وصرامه. ايوه يعني، بس انا مش قصدي، انا مش عايزه اتعب سيادتك يعني، ده احنا ساكنين في حته شعبيه. شعبيه؟ وماله شعبيه؟ حد قال لك ان انا مولوده في جاكوزي؟ انا ابويا عمده يا بنت. إلهي ربنا يكرمك يا رب ويجعله في ميزان حسناتك إن شاء الله. بابا في إيه يا غادي يا زكي؟ أنت لازم تموت يا بابا. يا نهارك أسود، عاوز تموت أبوك يا زكي؟ أنت غادي اللي أنت بتستعطاه ده لحس مخك خلاص؟ يا بابا ما انت لو ما متش النهارده هتوديني انا وبنتك تفيده في 60 داهيه. لا ده انت اكيد دماغك لحست خلاص. يا بابا افهم بس، انت لازم تموت النهارده، لازم تموت النهارده. يا نهار اسود على غيره، الواد هيجي يموتني يا ناس. يا بابا افهم بس، افهم انت لازم تموت دلوقتي عشان نلحق نجيب الفراشه ونحضر العزاك بالليل في الحاره. افهم ايه؟ سيبني يا ابني اموت لوحدي. سيبنا مول، انا ميت لوحدي، انا شويه وهموت خلاص، ما تستعجلش عليا. يابا
ابوس ايدك ابوس ايدك افهم يا ناس يا ناس الحقوني ابن حيزك موت بشير يا بشير امرني يا ست سمح الامر لله يا اخويا خد جيب لي الطلبات دي من السوبر ماركت بس ده مشوار بعيد قوي يا ست سمح ولا يهمك خد تاكسي وانا هحاسبك طب البوابه مين هيخلي باله منها ما تقلقش انا هقف مكانك طيب خلي دي معاك عشان اللي داخل واللي خارج سلام عليكم الو جاهزين طب انا جاهزه ثلاث دقايق والاقيك قدامي يلا بسرعه حسبي الجرح حضرتك حرام عليك صباح خير صباح النور ازيك يا دكتور عامل ايه ازي حضرتك الحمد لله تمام الحمد لله اهلا وسهلا ازيك يا دكتور زي. اتفضل اتفضل صباح خير صباح النور يا دكتور الجميل بتاعنا عامل ايه النهارده الحمد لله كويس تسمحي لي اتفضل نجوى لا ما شاء الله بقينا زي الفل اهو الحمد لله بس يا ستي الاثنين دول هنوقفهم وده وده هنمشي عليه اسبوعين احنا كده بقينا عال وممكن ان شاء الله تخرجي بكره مع اننا يعني كنا عايزك تفضلي معانا ربنا يخليك يا دكتور احنا ان شاء الله هبقى اجي ازورك في البيت ايه 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 سوري يا دكتور معلش حاجه ازورها في البيت عشان خاطر اطمن عليها ونفك السلك يا حضرتك هتيجي شخصيا والله العظيم هتنورنا هتنورني يا دكتور اهلا وسهلا لا لسه شرف بقت غالي علينا جدا يعني والله يا دكتور دي بقت غالي علينا كلنا من قلبنا بجد متشكره قوي يا دكتور العفو عليه بعد اذنكم يا دكتور لا هتنورني يا دكتور اتفضل اهلا وسهلا ميرسي خالص سلام سلام لا يا شوشو ده شكله مش قادر يخبي خالص ايوه يا بت الدكتور شكله واقع لشوشته بس انا ما كنتش اعرف انك مقطعه قلوب العذراء كده والله العظيم انا عارفه ان الدكتور لما يخرج انتوا الاثنين هتقعدوا تعملوا الحركات دي بس ايه بت السهوكه اللي انت فيها دي انا ايوه متشكره قوي يا دكتور ربنا يخليك اللي يشوفك دلوقتي ما يشوفكش وانت في المزرعه عامله زي شيخ الغفر انا بعمل كده عادله هو انت بشخصيتين ليه بقى وانا كنت عملت ايه انا بقول يعني يا جماعه يعني تقريبا ان احنا كده نستعد علشان الدكتور الماسون المحترم وهو جاي البيت قال يعني يفك للست شرف السلك هيجي يطلب ايد الانسه الرقيقه الجميله شرف هيبقى عندنا فرح يا شوشو حرام عليكم والله اللي انتوا بتعملوه فيا ده بسرعة بسرعة تعالى ايه ايه راح فين ده داخل جوه جوه فين الحاجات دي هنشيلها في المخزن الجديد فوق ليه ايه اللي حصل شباب دلوقتي تعالوا ورايا ربنا يستر